السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا أداة أندرويد، أداتين أندرويد مجانية بالكامل من صاحب الأداة. اسم الأداة أداة حفيدك جي اس ام. راح نشرح في هذا الفيديو طريقة تثبيت الأداة، طريقة تفعيل الأداة على الكمبيوتر عشان تشتغل معك بشكل صحيح، ورح نشرح شرح سريع لتفاصيل الأداتين. الأداتين خاصة بالأندرويد بشكل مجاني بالكامل. ياريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. رح أترك لك رابط موجود بالوصف، هذا الرابط رح يطلع معك، بتنزله بنزل معك بالشكل هذا. بعد ما تنزل الملف بدك تعمل له تثبيت. تثبيته بشكل بسيط، تعمل تطلع لك الواجهة بالشكل هذا، تالي 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 لغاية ما يعد ويخلص وينزل معك ويثبت معك بشكل كامل. طبعا تثبيت الملف زي ما انتم شايفين يكون فيه فراغ اقل شيء جيجا ونص، عندك هو الملف تقريبا 750 ميجا. بعد ما تثبته بشكل كامل راح يطلع معك الخيار بالشكل اللي انتم شايفينه هون، هذا هو الخيار. صار عندنا خيار حفيدك جي اس ام، صار عندنا اداتين للاي كلاود، يعني هون صار عندنا اداتين للاي كلاود، وهي الاداه لما نفتحها راح نلاقي فيها اداتين للاندرويد. لما نفتحها بتفتح معنا بالشكل اللي انتم شايفينه، ننتظر لتفتح الأداة، فتحت بالشكل هذا. زي ما انتم شايفين في عندك خيار جي اس ام اولد في جي اس ام نيو، هم الأدتين كل واحدة مختصة بأجهزة معينة وإلها طرق عمل مختلفة. أول خطوة بدنا نعملها بدنا نفعل الأدتين. بدك تنتبه على خطوات التفعيل لأنه هاي أكثر إشي راح الناس تسأل عنها، فأنا راح أعملها أول خطوة اللي هي تفعيل الأدتين. كيف نفعلهم؟ أول شيء باجي على الخيار الأول بضغط عليه بعمل يس، بنتظر لتفتح معي الأداة. زي ما شفتوا فتحت الأداة، المفروض تعطي مسج إنه الأداة بدها تفعيل. أعطت الأداة إنه لازم تسجيل للسيريال نمبر تبع الكمبيوتر اللي هو هذا الموجود هون. بشكل سريع بضغط اوكي، بضغط ضغطه واحده على السيريال هون في الماوس، بضغط ضغطه واحده بيعطيني انه عمل نسخ. مباشره بروح على حفيدك سبورت، بضغط عليها بيفتح لي التسجيل في الموقع نفس ما كنا ندخل ونسجل دخول في الاداء بالاي كلاود. بنروح على ريجستر سيريال وبنروح هون وبنعمل لصق وبنعمل وبننتظر الوقت لا ينتهي وبنعمل سبمنت. زي ما شفتوا اعطاني تم تسجيل الجهاز. هسا لو نزلت الشاشه هاي لتحت واجيت هون سكرت الاداه ورجعت فتحتها كمان مرة ونعملنا يس، المفروض ما يطلع لي المسج ويعطيني انه الاداة اتفعلت. هاي هيك فتحت الاداة، المفروض ما يطلع لي اي مسج وخلص تكون الاداة تفعلت. زي ما شفتوا اتفعلت الخيارات اللي هون والجهاز اتعرف على الاداة بشكل كامل. هلا راح نرجع ونشرح الاداة هاي، ولكن راح اسكرها مباشرة وارجع لحفيدك جي اس ام اولد واضغط عليها وأعمل يس. أول خطوة اعملها فعل الأدتين مباشرة. فتحت معنا الأداة زي ما أنتم شايفين بشكل كامل، ما طلع لنا أي مسج، بس مباشرة إذا عملت أي أمر راح يطلب منك تسجيل. فعشان إحنا اختصار لنا الموضوع نيجي على الزاوية هون اليمين وبنضغط ضغطة واحدة، أعطاني إنه نسخ السيريال نمبر. برجع على الموقع وبرجع السيريال وبعمل سبمنت للسيريال. بهاي الخطوة أنا هيك فعلت الأدتين
برجع بسكرها، فعلت الأدتين على الكمبيوتر تبعي بشكل كامل، والأدتين جاهزين إني أشتغل فيهم على الكمبيوتر بشكل كامل. نيجي على الأداة الأولى، نكبس JSON Menu ونشوف إيش محتويات هاي الأداة. فتحت معنا زي ما أنتم شايفين الأداة. هاي الواجهة الرئيسية للأداة. نيجي هنا أول خيار عندك لأجهزة الـ SPD JSM Flash، وعندك هنا للـ LG، نضغط على الـ LG بياخذ بورت ملفات الـ DLL Factory Registry Board FRB MTB، هاي اللي بتفتح لك البراوزر، يعني اللي الجهاز بوضع التشغيل تفتح لك البراوزر. نيجي هون خيار الايفون، شوف ايش خيار الايفون. خيار الايفون هنا بس لعمل تشيك على الديفيو مود، بقرا معلومات الجهاز، وهنا بيعطيك روابط اداه حفيدك نيو واولد تاعت الاي كلاود عشان تنزلهم تنزيل، يعني مش ما بيشتغلوا من داخل الاداه عشان تنزلهم لوحدهم. تيجي على الخيار اللي بعده اي سي بي، برضو إزالة رمز الحماية، إزالة الـ FRB هون عشان يعمل ديسيبل للـ MI Cloud لبعض الأجهزة. طبعا بدك تشبك الجهاز، بدك تعمل له كونكت، بدك تعمل عليه سيرش من هون. راح نشرح طريقة بشكل يدوي، يعني على أجهزة بشكل عملي. كل فيديو راح يكون منفصل، راح نحاول كل يعني الأقسام هاي نستخدمها في الفيديوهات. هون لأجهزة لك ولكم برضه نفس الشيء، ريد ريس ريبورت هون برضه عشان تعمل فلاش للجهاز. هون للنتورك زي ما شايفين، هون ملفات اللودر، يعني فيها خيارات. في عندك هون للميديا تك، برضه هون في عندك لازاله الرمز للاف ار بي، ريسنج ام اي كلاود، ازاله حساب الام اي كلاود للبوت لودر. برضه نروح على سامسونج، في هون البيتا مانجر، برضه شوف هون بس بالام تي كي، برضه هون لمعلومات الجهاز، ازاله الرمز، برضه اداه حفيدك ام تي كي فيرجن 2 وولد. برضه هون نروح على خيارات السامسونج، هون للاجهزه اللي بتشتغل الاف ار بي على النجمه مربع 06 مربع، الاجهزه القديمه، وفي للاجهزه الحديثه لاخر تحديث 2022. برضو هذا هو لما تحط نجم مربع 06 مربع تقدر تختار نجم مربع 0 نجم مربع، ويطلع لك القائمة، بتختار على هذا الخيار عشان يفعل لك الـ ADB وتفتح الجهاز. هاي للريموف كينوكس، هنا لمعلومات الجهاز. عندك هنا برضو خيارات الـ ADB، إزالة حساب سامسونج، هنا خيارات الروت، عندنا هون الداونلود مود للأجهزة القديمة اللي إصداراتها 5 و6، بتفتحه بوضع الداونلود مود، يعني بتحطه بوضع الداونلود مود وبتعطيه الأمر. عندك هون كمان خيار الفلاش برضو مهم، يعني بتقدر تعطي فلاشة كاملة للجهاز 4 ملفات سامسونج من خلال هذا الخيار، ملف البوت لودر الـ AB والـ CP، تحط ال4 ملفات هون وبتعطيها فلاش في وضع الداونلود مود، تعطي فلاش للجهاز بشكل كامل. نروح هون على خيار الاندرويد نشوفه، برضه هون خيارات الاندرويد برضه نفس الشيء، فيها سامسونج انيبل ديسيبل ابديت عشان توقف التحديث، معلومات البطاريه، هون تغيير اللغه، لغه الهاتف للاجهزه اللي ما اللي بدها تعريب، فيكس وايرلس، اصلاح الوايرلس، يعني فيها خيارات كثير. راح هاي الخيارات يعني ما بنفع الا نمشي عليها باجهزه ونشرح طريقه العمل بشكل مباشر. عندك هون الاكزانيوم برضه نسيب الام اي كلاود لاجهزه الام اي، اجهزه الام اي بشكل عام. هون للروت، هون وضع الفاست بوت، اوامر الفاست بوت منها الاف ار بي انلوك، يعني بس تدخل الجهاز بوضع الفاست بوت وبتعطيه الامر. هاي الـ FRB في وضع السي لاودد اللي هي لأجهزة الـ MI Cloud. وعندنا هون برضو إذا بدك تعمل فلاش للجهاز
بتنزل الملف يعني بتعطيه الملف بتكون منزله بعدين بتعطيه رايت فريم وير بتنزل الفلاشة على الجهاز بشكل كامل. هون هاد زر اعدادات تقدر منه تنزل كل تعريفات الأجهزة زي ما انتم شايفين الكوالكوم والميديا تيك والام تي كي سبيدروم والسامسونج تعريفات السامسونج يعني كل تعريفات الأجهزة المفروض أول ما تنزل الأداة وتفعلها على الجهاز مباشرة تبلش بالسيتنج وتبلش تنزل بهاي التعريفات بشكل كامل. رح نرجع برضو لهاي الأداة خلينا نسكرها رح نرجع لها بفيديو شرح عملي على أجهزة ونروح نشوف جي اس ام اولد نعمل يس. رح يكون هذا الشرح سريع بس للأداة معلومات الأداة نشوف إيش هي إيش الخيارات الداخلية فيها. هنا عندنا أول خيار إكزانيوم عندك هنا أنواع الأجهزة زي ما أنتم شايفين مكتوبة بالشكل هاد تدور على جهازك تختاره بتشوف شو العمليات اللي بتقدر تعملها على الجهاز مثل إريس FRB هنا عندك ضبط مصنع مع FRB هنا أنلوك بوت لودر ريلوك بوت لودر. منروح على خيار الهواوي بنلاقي هون الأجهزة اللي دعميتها الأداة إلى أجهزة الهواوي تختار الجهاز اللي أنت بدك تفتحه وهون هاي الخيارات اللي بتكون موجودة أغلب الناس يعني بتدور على الـ FRB. في خيارات الفانكشن هون للسامسونج وان كليك اي دي بي سيف فورمات. نيجي هون على كوالكوم نضغط عليها شوف شو الأجهزة هون الكوالكوم تختار هون الأجهزة بتروح على سيرفر لودر على ما أظن بعدين تختار زي ما حكيت بتختار نوع الجهاز اللي بدك إياه تختار موديل الجهاز زي ما انت شايفين A01 A02S A11 A70 G4 يعني الأجهزة اللي هي كوالكوم عشان تعطيه الأوامر للتخطي ولا الفلاش بشكل عام لعمليات فك الجيميل. بنروح هون على سامسونج بنلاقي الأجهزة المكتوبة هون A10S A3S A11 M11 يعني هاي الأجهزة الموجودة. طبعا راح يكون في تحديثات على الأداة وراح يكون في عدة أجهزة راح تنضاف على الأداة هذا أول فيرجن إلها وراح يكون أكيد إلها تحديثات كثير وأجهزة كثير راح تدخل في هاي الأداة زي ما شايفين سامسونج FRB Rebuild User Data Unlock Boot Loader Relock Boot Loader. نروح على الأوبو زي ما شايفين بشكل عام كل أنواع الأجهزة وكلياتها في بتختار الجهاز اللي بدك إياه هاي الون بلس دول أجهزة الون بلس مش كل أدوات بتدعمهم هون أجهزة الميديا تيك برضو للفلاش بوت لودر في عندك يونيفرسال هون برضو عشان تعمل اريس اف ار بي فاكتوري ريست ريست ام اي يعني هاي الخيارات كلياتها الموجودة إلها. في عندك أجهزة الايتل زي ما انتم شايفين مجموعة كبيرة برضو أجهزة الفيفو برضو لأجهزة الفيفو برضو مجموعة كويسة راح يضل في عليها إضافات. وهنا اي او اس برضو اللي هو خيار عشان تنزل أداة حفيدك نيو وأولد الخاصة بالآي كلاود. هذا شرح سريع جدا للأدتين ورح نشتغل عليهم في فيديوهات بشكل عملي على الأجهزة عشان تعرف كيف تطبق على الأجهزة مباشرة. هذا كان فيديو سريع إن شاء الله أنه يكون يعجبكم. في عندنا هون خيار تيست بوينت اندر يعني هون في بيشتغلوا عليه راح يصير يعطيك خيارات الاجهزه تيست بوينت هون بهذا الخيار. اليوزر بانل اللي هي نفسها اللي احنا كنا فيها نسجل دخول للاداء تاعت السيريال يعني في خيارات كثير راح نشتغل عليها كلياتها وكل جهاز بيجينا راح نحاول نعمل عليه فيديو على الاداء عشان يكون شرحه واضح وسهل على الجميع عشان تعرف طريقة الفتح أو طريقة الشغل في الأداة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.